أستاذة خلود، منذ 3 ساعات رئيس الحكومة يستقبل محافظ البنك المركزي. استقبل رئيس الحكومة سيد الحشاني رئيس الحكومة محافظ البنك المركزي سيد فتحي زهر النوري في إطار تضافر جهود الدولة والتنسيق بين رئاسة الحكومة والبنك المركزي التونسي وفق القانون الأساسي للبنك. تحدث السيد رئيس الحكومة محافظ البنك المركزي حول القطاع البنكي وخاصة البنوك ذات المساهمة العمومية ومختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية للسداسي الأول من هذه السنة، إلى جانب علاقة تونس بمختلف المؤسسات المالية الدولية. هذا وطلع محافظ البنك المركزي رئيس الحكومة وأطلع على نشاط اللجنة التونسية تحليل المالية. بزلت الكاميرا دكتور مراد غير جاهزة مفتوحة. سي مراد أنت أهل التاريخ قلوبهم طيبة، خنعت المداخلة أخيرة للأستاذة خلود ونبقى معك في النصف الساعة. أستاذة خلود، الساعة حكوا عن المؤشرات تاع الثلاثية الأولى جيدة كانت؟ مش 0.2 نمو؟ لا ما كانتش حتى جيدة من كل النواحي، ما كانت جيدة، لكن جيدة من البالانس كوميرسيال، لكن جيدة من خدمات الدين، ما كانت جيدة، ما كانتش فما نحكي على نسبة نمو 0.2 نعم. يعني تقريبا 0% عن أي مؤشرات اقتصادية نتحدث. ممكن ينجموا يتحطوا إذا كان البنك المركزي قادر على تمويل مرة أخرى ميزانية الدولة، هذا ينجم يتحدثوا فيه. إذا كان كيف ينجم يحكي على مؤشر متاع التضخم، مؤشر على انخفاض توريد الموارد الأساسية والواردات وارتفاع الصادرات، فبالتالي هذاك علاش عجز في الميزان التجاري انخفض على ما يبدو أنه يصدروا أنه انخفض، لأنه دولتنا صار فيها انتعاش اقتصادي. علاش قلت لك راهو قراءة الأرقام يزمك تحللها، المؤشرات الاقتصادية يزمك تحللها وتدخل في داخلها. عاش نعطيك على سبيل المثال أهم مؤشر اللي كل شهر قاعدين نشوفه، انخفاض عجز ميزان التجاري، انخفاض عجز ميزان التجاري، مؤشر جيد؟ لا، غير جيد، لأنه إذا كان نشوفه على شنو انخفض العجز هذا، العجز هذا انخفض خاطر انخفضت واردات تونس بقيمة 6.6%، يعني الدولة توجهت إلى سياسة تقشف. فبالتالي هو شنية العجز اللي هي importation moins exportation، يعني واردات إلا الصادرات ينخفض هو العجز هذاك فعلا، بما أنه أنا وارداتي قاعدة تنخفض، على عكس اللي تم تصديره اللي يقول لك الواردات متاع اللي العجز قاعد في انخفاض، فبالتالي هذا مؤشر اقتصادي يعني داخله نلقاوها اللي ماهوش صحيح. 0% تقريبا نمو اقتصادي، 0% نمو اقتصادي يعني لي موتور ايكونوميك متاعك، محركات الاقتصادية متاعك ماهيش قاعدة تتحرك، يعني النمو ماهوش يتحرك، الاستثمار ماهوش قاعد يتحرك، الاستهلاك ماهوش قاعد يتحرك، انخفاض كيف في قيمة التضخم، واللي نعرفه اللي الدولة على أساس أنها رفعت في نسبة الفائدة المديرية باش تخفض بنقاط كبيرة برشا في التضخم، فبالتالي نقاو التضخم قاعد مرتفع، وخاصة التضخم على المواد الغذائية اللي هي تقريبا جلها غير موجودة. فمن نجموش نحكيه على مؤشرات اقتصادية، عن أي مؤشر اقتصادي نتحدث والدولة فيها نسبة فايدة مديرية فيما يقارب 8%، فبالتالي لهنا ما فماش تحسن في المؤشرات الاقتصادية. نجم نحكي مع محافظ البنك المركزي كيف ستمول البنوك المحلية ما تبقى من سنة 2024. راهو نحنا ما نحكيوش كان على فقط مانيش نعيش نهار بنهار، وهذه المشكلة متاع الحكومة اللي نحنا قاعدين نعيش شهر بشهره، لا، نحنا ميزانية الدولة هذه هي مؤسسة كي باش تكون قائمة، وما زلنا في الشط العام، بطبيعة نحنا في جويلية تو. هل تسمعين؟ قلت وما زلنا في الشط العام، ربما تحتاج الميزانية أكثر الى 2025، رانا تو باش ندخلوا اكتوبر نبداو نحضروا ميزانيه 2025، ما عادش عندنا برشا اشهر،
فركنتي لهنا كمؤسسه، مؤسسه نحكي لك على مؤسسه، المؤسسه تمشي الان تقدم تغزر الى على المدى الطويل، العام اللي بعده واللي بعد بعده. نحن لا عباره كانه تونسي انا قاعده نعيش اليوم بيومه، هات نعيش اليوم وش شيمني في غدوه. فالاستدعاء نتاع محافظ البنك المركزي يدل انه الدوله ستلتج الى مره ثانيه الى تمويل مباشر من عند البنك المركزي. السؤال الاخير بسرعه استاذ خلود، ثم تبعات وقت الناس سمعوا الدولة تتسلف من قروض البنوك الداخلية، عندها تبعات الحرفاء الناس خايفة؟ هو هما قالوا اللي هذية اللي حسب اللي قالوا اللي التمويل هذية بش من عملة لغير المقيمين اللي مهمش الموجودين في تونس، اللي عندهم مؤسسات نعم قائمة الذات يستعملوا باش يستعملوا العمله نتاعها. اكيد انا كمستثمر اجنبي كي باش نرى اللي هما قاعدين يستعملوا في العمله الصعبه انا ما عادش نجي. البنوك شنية المهمه نتاع هذه المشكله نتاعنا اللي نحن مانيش فاهمين اللي البنك هو الاستثمار. نعم تمويل الاستثمار وتمويل المستهلك فقط ولا غير، وليست مهمته تمويل الدوله. فهذا ينعكس سلبا على حاجة النقطة الأولانية اللي اللي نوت سوفران نتاعك اللي باش تجيك من الخارج وكالة التصنيف الدولي باش انت ديجا سلبي، حتى البنوك نتاعك سلبية، حتى البنك المركزي سلبي، فبالتالي هذا باش ينعكس سلبا، وينعكس سلبا أكثر على الاستثمار، ينعكس سلبا على البطالة، وينعكس سلبا على المستهلك وعلى العملة المحلية. شكرا جزيلا أستاذ خلود التومي الباحثة والمحللة الاقتصادية، شكرا جزيلا كنت معنا من تونس، واسمحوا لي ان ارحب و